لا بس لو هقول لك برضه بالبلدي زي ما بنقول كده، لو ركب دماغه زي باقي رؤساء بعض الدول، ودينا شايفين ما يسمى بالربيع العربي نهايات رؤسائها كانت عاملة ازاي. صح، بس اقول لحضرتك برضو حتى نضع الامور في محلها الطبيعي، حسني مبارك تصرف التصرف الطبيعي في 11 فبراير، نعم، لكنه كان ايضا يدرك ان القوات المسلحه المصريه قد انحازت انحيازا واضحا الى الشعب في فبراير 2011، نعم، وبالتالي بخبرته العسكريه الطويله والكبيره وفهمه للجيش والواقع ان هو لا حتى لو رفض، يعني هنفترض سيناريو افتراضي لم يكن ذلك ليؤدي الى شيء، لانه الجيش كان قد انحاز الى الشعب في يناير وحسمت الامور ونتذكر كلنا، ولانه عارف كده فبالتالي فخد القرار صحيح. خد القرار طبعا كان ممكن، يعني حسني مبارك كان يقال انه عنيد في احد جوانب شخصيته انه عنيد، لكن هذا عند من حسن حظه ومن حسن حظ مصر لم يظهر في هذا اليوم او في هذه الايام الصعبه، لانه ابن من ابناء المؤسسه طبيعي العسكريه، ابن فهم انه الناس في الميدان كتير جدا، فهم ان الجيش قد انحاز وده وضح في بيانات كتيره جدا، نعم، وكمان فهم ان المجتمع الدولي باعه الامريكان، هو وصلت له رساله واضحه وهو قال عليها لاكثر من حد، اخرهم الدكتوره لميس جابر لما نشرت من كام يوم كلام منسوب الى الرئيس بتقول ان هو حس وعرف انه الامريكان باعوه في اللحظات الاخيره، فتصرفه كان تصرفا صحيحا لانه قرأ المشهد بدقه، كان يمكن ان يعاند لكن كان يدرك ان هذا العند لن يؤدي الى نتيجه حقيقيه، لانه كمان في نقطه، مصر مش هي مع كل التخذيل للدول الاخرى، يعني مش عايز اسمي حتى لا يبدو الامر ان احنا بنقول كلام يزعل منه بعض الاشقاء، مصر هي الدوله المركزيه رقم واحد في العالم، غالبيه دول المنطقه ودول كثيره في العالم دول غير، يعني غير طبيعيه، بمعنى ان هي دول حتى ليست لها حدود حقيقيه، ليست لها هويات حقيقيه، في دول في المنطقه كانت مجموعه قبائل او مجموعه شعوب او مجموعه دويلات او طوائف كما هو الحال في المشرق العربي. أيه. يعني الذي يقرا تاريخ المنطقه العربيه لحد سنه 1920 لو هيفتح كتاب الجغرافيا والتاريخ سنه 1920 هيلاقي ان في دول من اللي موجوده دلوقتي ما كانتش موجوده خالص. نعم. فبالتالي يعني ليس من العدل والانصاف ان يتم مقارنه مصر حتى بدول المنطقه مع كل التقدير لدول المنطقه، لكن نحن نتحدث عن الدوله المركزيه الكبرى رقم واحد في العالم. ده عامل ينبغي ان احنا ننظر ليه واحنا بنتكلم. صحيح. خليني ارحب بدكتور جمال شقره معنا على التليفون.